حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بعض التعليقات التي تردني بشكل يومي أحب أن أجمعها، وعندما أرى تعليقا يتكرر من أحد الأحبة أو من بعض الأحبة لابد أن نجيب عنه للإيضاح، لأن بعض الناس قد لا يستوعب الكلام الذي نقوله أو يسيء فهمه أو يأخذ فكرة خاطئة، فيجب أن نوضح ما نقول دائما حول قضية العلاج بالقرآن. العلاج بالقرآن أيها الأحبة موضوع مهم وثابت ومجرب، هذا الأهم. صحيح أن العلم الحديث اليوم لا يعترف لا بالقرآن ولا بالعلاج بالقرآن، ولكن لا يعني ذلك أن العلاج بالقرآن غير صحيح. العلم الحديث أيها الأحبة لا يعترف بالروح ولا يعترف بالخالق أصلا. العلم الحديث ما يسمى بالساينس أو العلم التجريبي يدعي أن الكائنات نشأت من بعضها نتيجة مصادفات عشوائية حسب ما تقول نظرية التطور، وبالتالي فلا يوجد أبحاث علمية حقيقية حول هذا الموضوع، لأن المسلمين مقصرون أيها الأحبة، مقصرون جدا في هذا الجانب. على كل حال، التعليقات التي جاءتني أو التساؤلات، أحدهم يقول يخاطبني طبعا، يقول أنت إذا مرضت أنا واثق أنك ستلجأ مباشرة إلى الطب وليس للقرآن. طبعا هذا الكلام أيها الأحبة فيه جزء صحيح، بالفعل أنا ألجأ إلى الطب، وهذا لا يتناقض مع العلاج بالقرآن. أحبتي في الله، الطب النبوي أحبتي في الله، العلاج الذي نراه اليوم في المشافي، العلاج الكيميائي بالأدوية وغير ذلك، هذا جزء من الأوامر النبوية التي أعطانا إياها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. إذن أخي الحبيب، النبي يناديك يقول لك أسلك الطرق المتاحة للعلاج. إذن هذا الأمر بديهي جدا، أننا نلجأ للعلاج بما أتيح من وسائل. ولكن سؤال، ماذا لو فشل الطب في علاج هذا المرض؟ أولا الموت ليس له علاج، الهرم ليس له علاج، أو الهرم أو الكبر أو الشيخوخة، كثير من الأمراض، يعني الإيدز حتى الآن لا يوجد له علاج، فيروس كورونا الذي نحن بصدده اليوم حتى الآن لا يوجد له علاج ناجع أو علاج فعال، كلها لقاحات واجتهادات وشركات أدوية تحاول أن تستغل هذا الوباء للتربح من ورائه، والكل يستثمر في كورونا للأسف. إذن عندما يفشل الطب ماذا أفعل أنا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، يا هل ترى من الذي يسيرني باتجاه الدواء الصحيح؟ الإنسان أحيانا قد يذهب إلى طبيب واثنان وثلاثة وأربعة، ثم يذهب إلى بلد آخر، ثم يذهب إلى بلد ثالث، يبحث، وربما بعد سنوات قد يوفق للطبيب أو للدواء الصحيح. هنا تبرز أهمية العلاج بالقرآن. انظروا أحبتي في الله، أنا عندما أمرض قبل أن ألجأ إلى أي شيء ألتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ألتجأ إلى الله وأقرأ القرآن وأرقي نفسي بالرقية الشرعية المعروفة، الفاتحة والمعوذتين وآيات الكرسي والآيات المعروفة، آيات الشفاء مثلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مثلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر سورة المؤمنون. آيات كثيرة أيها الأحبة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هناك آية أنا غالبا ما أقرأها
وأشعر بفائدة حقيقة. هذه تجربة شخصية، يعني عندما أصاب بفيروس أو بمرض معين أو بكتيريا تحاول أن تعبث أو فيروس يحاول أن يعبث في أجهزة الجسد ويفسد في داخل الجسم، الفيروس مهمته تدميرية أيها الأحبة، أن يفسد نظام عمل الجسم. هذا بدقة، أي فيروس يدخل إلى جسدك يدخل ليفسد نظام عمل الجسد لديك، يسخر الخلايا لخدمته لكي تنتج فيروسات، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى الموت. هناك آية في القرآن في موقف حدث مع سيدنا موسى عليه السلام عندما اجتمع عليه السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وكذا كذا، القصة معروفة. هنا ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية أيها الأحبة أنا أقرأها وأنا أتخيل أن هذه الكلمات عندما أقولها إن الله سيبطله، فالله قادر الذي أبطل سحر هؤلاء السحرة الذين قال القرآن عنهم وجاءوا بسحر عظيم، أبطل الله هذا السحر بقوة هذه العبارة إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا الفيروس يدخل ليفسد. فعندما أنت تحاول أن تقول هذه الآية 7 مرات، فهذا الكلام يؤثر أيها الأحبة على الجسد ويؤثر على الفيروسات، لأن القرآن فيه لغة نحن لا نفهمها، فيه طاقة شفائية. ونحن وضعنا فيديو عن موضوع العلاج بالقرآن موجود على يوتيوب، وفيه تفصيل لهذا الأمر، الطاقة الشفائية الموجودة في القرآن. المهم أحبتي في الله، ما الذي يمنعني أن أستفيد من العلاج بالقرآن؟ أولا علاج مجاني، لا يوجد تكلفة، ليس له آثار جانبية، ولك أجر عندما تقرأ هذه الآيات، كل حرف ب10 حسنات. والقرآن يعطيك اطمئنان للقلب أيضا، هذه القضية مهمة أيها الأحبة. الشيء الأهم والأخطر من هذا أحبتي في الله أن الله سيهديك للطريق الصحيح، وبالتالي العلاج بالدواء الكيميائي هو أيضا جزء من العلاج بالقرآن والعلاج بالسنة النبوية، لأن النبي أمرنا أن نتداوى وأكد لنا أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن أيها الأحبة، لا تفهموا من كلامي أنني عندما أنصحكم بالعلاج بالقرآن أن تترك الوسائل المتاحة أمامك. العلاج بالطب الحديث بما هو متوفر، طبعا العلاج الصحيح، أدوية الاكتئاب مثلا معظمها يدمر الجملة العصبية للإنسان ومؤذي للإنسان على فكرة، معظم أدوية الاكتئاب. الأدوية النفسية معظمها له آثار جانبية مدمرة، قد يؤدي للانتحار أو يحرض لدى الإنسان رغبة في الانتحار. إذن العلاج بالقرآن علاج آمن، وبخاصة للأمراض النفسية أحبتي في الله. بينما الأمراض الجسدية نحن نتداوى بالقرآن أولا، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونأخذ بالأسباب، ما هي المشكلة؟ يعني هذا هو الإسلام أيها الأحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. فالإسلام هو دين العقل والأسباب وليس دين الخزعبلات. لذلك عندما نقول أحبتي في الله استفيدوا من هذا العلاج بالقرآن الكريم، نقصد أنه كوسيلة إضافية للعلاج تستفيد منها، وبخاصة عندما يفشل الطبيب، عندما يفشل الطب، عندما لا تعثر على دواء. يعني إنسان لا ينجب، إنسان مصاب بالعقم، وذهب إلى كل الأطباء وليس هناك نتيجة. طب يا أخي التجئ إلى الله، جرب أن تلتجئ إلى الله. الذي رزق سيدنا زكريا وهو شيخ كبير، النبي زكريا عليه السلام كان شيخا كبيرا،
شعره اشتعل بالشيب وعظامه رقت وبلغ من العمر عتيا، عمر كبير 70-80 سنة، وامرأته عاقر لا تنجب. على الرغم من ذلك عندما نادى ربه نداء خفيا بصدق وإخلاص الله رزقه الولد. إذن أيها الأحبة، القرآن يصنع المعجزات، ولا يعني أنك لا تأخذ بما هيأ الله لك من أسباب، بل إن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب أيها الأحبة. طيب، عندما يكون هناك علاج في الطبيعة أو دواء مستخرج من مادة طبيعية معينة يعالج مرضا معينا، أليس الله هو من خلق هذه المادة أصلا؟ المواد الأولية التي تتركب منها الأدوية، أليس الله هو من خلقها؟ إذن نحن نتداوى بما أنزل الله من دواء، وليس الطبيب هو الذي يشفي. يجب أن نعتقد أن الله تعالى هو الذي يشفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يحرصون على التداوي بهذا القرآن العظيم، وأن يهيئ لنا أسباب الشفاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.